لم تتخلى مدينة عدن عن العديد من تقاليدها الرمضانية، حيث تفتح جوامعها لتواشيح الترحاب والوداع للشهر الكريم. ورغم الأحداث المتكررة في المحافظة والتي تثقل أيام الأهالي بالمآسي، إلا أنهم يتجاوزونها ويخرجون إلى الجوامع حيث يجتمعون لترديد الأناشيد التي يتناقلونها جيلا بعد جيل، وتمتاز بكونها تعتمد على الحفظ أكثر من التدوين. وإن كانت بعض الكتب قد دونتها، فإن ذاكرة العدنيين هي الملاذ الدائم للأجيال كما يقولون. وامتازت المدينة بجوامعها قديما وبظهور العديد من رموز التصوف فيها، كما امتازت بتواشيحها وألحانها الرمضانية التي لا تتوقف، وحرصا من الأهالي على استمرارها، فإنهم يعتمدون على جهودهم الذاتية في توفير كل ما يجعل الجوامع مصدر للهدوء ومنبعا للإطمئنان.